السلام عليكم شباب. اليوم راح نسوي تطبيق على ايجاد المسافه ما بين نقطتين. طبعا انا عندي مسافه اريد اطلعها ما بين البوري اللي هو هذا البوري المخرج مالته من المنهول الى هذيك المنهول. فهذا البوري يودي مي ديسشارج باي جرافيتي، يعني بواسطة السلوب، فلازم أنا أعطيه سلوب مضبوط. فبما أنه أنا أريد أعطيه سلوب مضبوط، لازم أوجد أول شيء المسافة ما بيناتهن وأطلع الليفل مالتهن وبعدين أعطيه. فأنا هسه بس مجرد يعني أعطيكم فكرة على الموضوع، ليش أنا أريد أطلع المسافة. أريد أطلع المسافة حتى أقسم فرق الليفل ما بيناتهن على المسافة، حتى أعرف أعطي كل 5 أمتار، كل متر، كل مترين كم سنتيم سلوب. فهسه عندنا تطبيق، طبعا بدون ما يحتاج تسوي ريسكشن، مجرد انه انت تطب على الابلكيشن وعلى السيرفي. طبعا عذرونا من ورا الصوت، الصوت مال محطه الكهرباء مشتغله وصوت عالي كلش. فهنا انا ايش راح اسوي؟ راح اطب على التاي ديستنس واروح على الكونتينيو، وما يحتاج انت تسوي ريسكشن. اكرر، ما يحتاج انه انت تسوي ريسكشن، بس مجرد انه تسوي ليفل موازن الجهاز، تروح كونتينيو. هسه يقول لك ارصد للنقطه الاولى، احول العاكس الى ليزر. وفعل الليزر بوينت، وفعل الجايد لايت او ما يحتاج افعله، انتم كيفكم بعد. واقول له كونتينيو، اوجه على النقطه ذيك اللي هناك اول نقطه. وجهت عن نقطة على المنهول الأول وأقول له مجر، تمام. هسه يقول لي ارصد لي النقطة الثانية، أروح أفر الجهاز على النقطة الثانية. وجهت الجهاز على النقطة الثانية وأقول له مجر، أعطاني النتائج. المسافة هي عبارة عن 75 متر مسافة أفقية، 75 متر 39 سنتي. هذا واحد من التطبيقات اللي من خلاله أقدر أحصل على تاي ديستنس. في أمان الله.